بصي بقى بالصلاة على النبي، انا عايزاكي تصحصحيلي في الفيديو ده كويس قوي، عشان احنا النهارده هنعمل القشطوطه الترند بكل انواعها واشكالها. هنجيب من تلت كوبايه لنص كوبايه من الرز، على حسب بتحبي الرز كتير ولا لا. هتحطي عليه كوبايه من الحليب المغلي وتغطيها مثلا نص ساعه اقل حاجه، بحيث ان الرز يتنقع شويه في اللبن. وبعد كده هتجيبي بقى بقيه الكيلو ده، كيلو من اللبن انا خدت منه كوبايه الاول، وبعد كده ايه هاخده ده لبن مغلي وسخن اهو، هحط انزل بيه بقى على الرز، وهحط عليه نص كوبايه من السكر، نص كوبايه تخلي طعمه مظبوط وما تقلقيش، ونغطيه بقى ونشتغل على نار هاديه خالص. سر الرز بلبن انه يستوي على نار هاديه خالص. هنعمل خليط للرز بلبن ده هيوديه في حته تانيه، معلقتين من الكريم شانتيه البودر، وتلات معالق من النشا، ومعلقه كبيره من القشطه، دي القشطه بقى اللي انا ايه مجمعاها من وش اللبن. الخليط ده هنضربه بربع كوباية لبن ساقع بالمضرب كده، واضربه لي بقى. بص الجمال، بص الحلاوة. الخليط ده هو اللي هنربط بيه الرز بلبن بعد ما يستوي. الرز بلبن قاعد على نار هادية تقريبا من نص ساعة لساعة الا ربع. والله سيبيه براحته خالص، وهو ده سر جمال الرز بلبن اللي احنا بنشتريه من بره. بصي هتلاقي الرزايه كده شربت اللبن ودابت دابت دوب كده، يا سلام على الجمال. انزلي لي بقى بالخليط ده بعد ما تكون استوت على الاخر، انزلي بالخليط اللي احنا عملناه وقلبي، هيغلي غلوه، مش هيلحق يغلي غلوه، وهتلاقيه ربط وبقى كده احلى رز بلبن هتاكليه. هتصبيه بقى على طول في الاطباق، و لو انت عايزاه رز بلبن ساده وتاكليه كده طبعا هتملي الطبق. انا بقى في اطباق هعملها قشطوطه، فهخلي الاطباق اللي هي العاليه دي نصها بس رز بلبن. تمام، هنروح نعمل بقى الكيكه الاسفنجيه اللي هنعمل بيها ايه القشطوطه. تلات بيضات وطبعا فانيليا، هحط عليها ربع كوبايه من الميه، ميه من الحنفيه، وحطيت انا كان عندي 200 جرام بالظبط من دقيق الاسبونج، دقيق الاسبونج الجاهز مش بيحتاج اي حاجه. بنضربه بالمضرب على اعلى سرعه لحد ما نلاقي خليط الكيك بتعملي شرايط كده على وشه، الخليط يثبت، الشرايط دي ثبتت وما راحتش، خلاص كده الخليط تقل واتضرب كويس. نجيب صينيه، انا جبت صينيه مقاس 22، لو عايزاها عاليه تعمليها في مقاس 16 او 18 مثلا، وبطنتها بورق زبده، ممكن انت تبطنيها بالزيت والدقيق، وتنزلي بالخليط وتخبطيها كده، ترزعيها رزعتين كده على الارض ولا على الترابيزه، وتعمليها بالخله كده زي ما انا بعمل علشان ايه الخليط يتساوى. تسخني الفرن كويس على درجه حراره من 160 ل 170، ما تعليش قوي لدرجة الحرارة، هتستوي في 35 دقيقة 40 دقيقة بالكتير. سيبيها تبرد خالص خالص جوه الفرن، وبرضو لما تطلعيها بره من بره الفرن سيبيها تبرد. هنا بقى هنحضر صوص الكراميل. حطيت نص كوباية من السكر وعلى النار لحد ما تلاقي السكر ابتدى يدوب وبقى بالشكل ده. هنا بقى توطي النار او تشيل الطاسة خالص من على النار، وتنزلي بنص كوباية من المية، ميه من الحنفيه عادي، هتلاقيه قفش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عادي على نار هاديه مع التقليب كده. السكر ده هيدوب في الميه، اول ما كله يدوب كده هتحضري كده على جنب، هتحطي الاول رشه من الفانيليا او حطيها دلوقتي او بعدين مش مشكله، وتحضري بقى على جنب خالص نص كوبايه من اللبن عليها معلقه من النشا، وتدوبيها كويس وتنزلي بيهم على خليط الكراميل اللي احنا عملناه ده، وتقلبي كده على نار هاديه لحد ما تلاقيه تقل بالشكل ده. حاجتين بقى هيعززوا معاكي طعم صوص الكراميل ده، معلقه زبده ومعلقه قشطه، دي القشطه اللي جمعناها من وش اللبن. ما عندكيش قشطه لحاجه تضايقك ولا حاجه تعصبك ما تحطيش، هي معلقه الزبده حلوه، ما عندكيش زبده ما تحطيش، خلاص هو حلو كده. بجد هتاكلي احلى صوص كراميل، سهل جدا جدا جدا، وعملنا اللبن بالنشا بديل لكريمه الحلويات او الكريمه السايله. تمام، خلاص كده الكيكه بردت، بردت سيبناها بعد ما استوت تبرد في الفرن، فتحنا باب الفرن وسيبناها تبرد في الفرن وسيبناها تبرد بره. هبدا ان انا اقسمها، هاخد كده قالب من الكيك كده عريض كده حلو عشان اعمل بيه كيكه الحليب، هحطه في القالب الاسود اللي انتوا شفتوه ده، وبقيه الحتت بقى اللي فضلت من الكيكه هقسمها نصين علشان ما تبقاش عاليه قوي، وهعمل بيها بقيه القشطوطه. بصوا بقى الجمال، هنا الجمال بقى. هنجيب بقى الكيك نعمل لها فتحات كده بالسكينه علشان لما اصب باللبن ده، لبن دافي عليه معلقه من السكر، هسقي بيه الكيك زي ما انتم شايفين، وكتري لبن بقى عادي ما مهمكيش. وهنا كريم شانتيه ضربته زي ما مكتوب على الكيس ده اللي هو بيتباع في السوبر ماركت، انا في الوصفه كلها استخدمت كيسين،
هحط الكريمة، وبعدين حطيت صوص الكراميل فيكس حلواني برضو، وعملته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كيكة حليب دي ولا مش كيكة حليب؟ بجد احلى كيكة ممكن تدوقوها، بجد طعمها روعة يا جماعة، روعة 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 فظيعة، شكله طعم فظيع فظيع. هنا بقى هنعمل ايه؟ الرز بلبن اللي احنا عملناه بعد ما بارد خالص هنحط عليه قطع كده من الكيك، ونسقيه برضو بشوية لبن عليهم سكر، ونحط الكريمة، وبعد كده هنحط بقى المكسرات اللي هي القشطوطة، مكسرات او قشطوطة لوز وبندق، يعني بصوا مدلعاكم برضو. ده طبق فيه رز بلبن، نص الطبق رز بلبن، والنص التاني كيك، ونسقي الكيك كده برضو باللبن، ونحط الكريمة، وبعد كده نحط الفواكه. دي القشطوطة اللي بالفواكه، هو كان بيحط موز وفراولة، انا ما كانش عاجبني الموز قوي فحطيت كيوي وفراولة. وده برضو طاجن تاني هعمل فيه كيكة الحليب عشان عجبتني بصراحة، فقلت بقى لا انا هعمل بقى كيكة الحليب. حطيت الكيك، بقيت قطع الكيك اللي اتبقت، وحطيت الكريمة وبرضو صوص الكراميل، وبقت احلى كيكة حليب فظيعة يا جماعة فظيعة. الكمية بقى اللي انا عملتها دي بقى الرز بلبن، عملوا لي الكلام ده، واربع اطباق رز بلبن سادة، واحدة اشطوطة فواكه، واحدة اشطوطة بالمكسرات، وواحدة اشطوطة كراميل اللي هي كيكة الحليب. لا مش واحدة، اتنين كيكة الحليب. يعني عملنا كمية تكفي البيت والبيت اللي جنبه، فظيع. رز بلبن طعمه بالظبط زي اللي بيتباع بره، ولا الكيكة دي يا نهار ابيض على الجمال، يا نهار ابيض على الجمال، طعمها رائع رائع فظيع يا جماعة فظيع. خلاص يا ماما احنا قلنا الحاجات دي للبيت مش ليكي لوحدك، كفايه بقى خلاص. احنا خلاص انا بس بقى عشان اوريكوا بس يعني الحاجات، يا ماما قلنا مش هناكل كل الحاجات دي، قلنا سايبينه للبيت، مفيش فايده مفيش فايده، هنسيب للبيت يا ماما. لا اله الا الله.